سلام بنات، مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفة ديال تبييض الوجه. هاد الوصفة سهلة بزاف وكتبيض الوجه وكتخلي واحد الريحة، كتعطي واحد النعومة زوينة. هاد الوصفة البنات سهلة بزاف، فيها جوج المكونات. كنستعملوا معلقة ديال بودرة ديال الدراري الصغار، طالك ولا اي وحدة عندكم ماشي مشكل، وكنستعملوا الماء ورد. هاد الوصفه البنات عطات لي واحد الاستاذ ديال التجميل، صراحه زوينه بزاف. صافي حتى كيتجمع لكم هذيك البودره. كديروا وجهكم كتخليوها واحد 25 دقيقة، صافي كتغسلوا وجهكم. هاد الوصفة البنات كتبيض الوجه. بالنسبة للبنات اللي عندهم كحولية ديال الشمس او لا عندهم ما عندهمش توحيد ما بين الوجه ديالهم والعنق ديالهم، هاد الوصفة هادي زوينة وكتبيض. المهم البنات هادي الوصفة ديال اليوم سهلة بزاف وزوينة، كتخلي واحد الريحة رائعة. معلقة ديال بودرة ديال الأطفال ومعلقة ديال المورد، المورد على حسب الخليط تتخلطوه. صافي ديرو لوجهكم وخليوه 25 دقيقة وغسلو وجهكم بالماء دافي أو الماء بارد ماشي مشكل. المهم البنات نتمنى تكون عجباتكم الوصفة ديال اليوم وما نطولش عليكم. شكرا بزاف، كنتمنى تشاركوا في القناة ديالي، ما تنسوش تتابعوني ونتلاقوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا.